اقتراض اقتراض خش. طيب يعني حقيقة في رجوعنا لساعة شباب، ولم هي قاعدة تقول لي على حكاية الصور اللي تلاقيها في اللي تقعد تدقق فيها وتطالع وتتمحص وتشوف في الأخير تنصدم إنها رسمة. حقيقة هو شيء كثير من الفن والإبداع من شبابنا ومن الفنانين والرسامين، وفي ناس بتاخذ في وقت وفي ناس يعني ما شاء الله تبارك الله تطلع معها بسرعة. أكيد هذا إطراد دليل على أن الرسم يحتاج مهارة وخيال واسع وأكيد صبر. وطبعا راح نتكلم معانا ضيفنا اليوم الرسام إسلام أمين. أهلا فيك رسام. أهلا وسهلا. مشرفنا إسلام. مشرفنا اليوم في الاستديو. بداية اتفضل خروح خلاص. أنا أحب أسألك بس سؤالي إنه أنتم بترسموا رسم دقيق زي الرسم اللي إحنا بنشوفه، هل هو ممارسة أو هواية؟ هو يعني أقدر أقول لك إنه في البداية بيكون هواية، يعني الدافع الأول بيكون هواية، شخص عنده هواية فيبدأ إنه شوي شوي بيتمرن بينميها إلين ما يوصل حد التمرس وإنه بيتمرس في الهواية هذه. ممكن أي شخص يقدر، يعني مثلا نفرض إنه ما بيعرف يرسم فيقدر إنه يتعلم الرسم، لكن ما في شيء اللي يخليه واصل، ما في شيء اللي يخليه إنه يبدع، ما في شيء اللي يخليه إنه يتحمل. أو فما كل ما أكثر الشخص كل ما تدرب كل ما تمكن أكثر. جميل. بس يعني أكيد. كمان في ناس ما شاء الله تبارك الله بيكون عندها قدرات غريبة، يعني أول ما بيبدأ يرسم التفاصيل والديتيلز بغض النظر إيش ما كانت الرسمة. أيوة. فهذه بتكون أوقات عند أشخاص معينين بس مو دائما، صحيح؟ مو دائما. أيوة. برضو يرجع لنفس اللي قلت لك عليه، يرجع للتدريب. إذا الشخص هذا تدرب فترة معينة هيتمكن. طيب زوايا الظل ودرجة اللون الأسود اللي بتستخدم، أنا كرسام سابق أكثر رسام في أعرف إنه في قواعد معينة اللي بتختلف من شخص لآخر، قواعد في الرسم، وأوقات بتكون يعني من وحي الرسام نفسه. فإيش الأغلب؟ هل عشان موجود القواعد ولا كل واحد بيعيش في فن البورتريه؟ أنا كرسام بورتريه أشوف إنه لا، في قواعد لازم تلتزم فيها، لازم إنه مثلا يعني في ترتيب للوجه، ما يمديك إنك يعني إنك فجأة إنه لا أنا هسوي شيء مثلا من عندي إني أسوي كذا وكذا. لا، أنت عندك شخص قدامك لازم تحطه بالضبط زي ما هو على ورقة. البورتريه لابد. أيوة. إنه يتحدد. صحيح. ففي في قواعد وفي مثلا يعني طرق معينة لازم الشخص أو رسام بورتريه يتبعها. ما يقدر. أنت فين بتشوف الإبداع أكثر؟ إنك ترسم صورة قدامك ولا إنك ترسم من خيالك؟ ممكن أقول لك إنه الإبداع في صورة من خيالي، لكن الدقة والإتقان لا، لما تكون صورة قدامي، لأنه تحتاج بتكون تفاصيل. كل التفاصيل موجودة. صحيح. ما يحتاج إنك تتخيل تفاصيل. صحيح. ممكن تكون مظبوطة على الرسمة وممكن ما تطلع حلوة. على حسب يعني هو وخيال الشخص يختلف من شخص لآخر، يعني مثلا ممكن واحد إنه كيف أقول لك إنه يقدر طريقة أو بأخرى إنه لا إنه يبدع بفكرة مثلا معينة تعجب ناس أو شريحة كبيرة من الناس، بعكس مثلا الغير إنه لا إنه. طبعا احنا شايفين امامنا في الشاشه الصور اللي خلينا نقول مراحل رسمه واحده. أيوة. والنتيجه موجوده عندنا في الاستديو ما شاء الله تبارك الله. الرسمات ما شاء الله جدا جميله، وكل واحده تاخذ طابع مختلف عن الثانيه. لو نشوف الرسمه هذه ما شاء الله تبارك الله تحت الهواء، بتقول لي يا اسلام انها اخذت منك 3 أشهر. صحيح. معقول؟ صحيح. يعني انت بتتكلم على كل طبقه او كل يعني كل لاير انت بي بي بتعطيه حقه في الرسمه بياخذ وقت. صحيح. كل وقت انه كل يعني كل كل جزء معين لازم ياخذ وقته. يعني بدون الوقت هذا العمل ما حيطلع بدي النتيجه وبدي الطريقه، فلا ضروري. التجاعيد، الشعر، اول الشعر نفسها. أيوه. حتى الخلفيه. صحيح. كمان يعني صحيح جدا، التفاصيل جدا دقيقه. صحيح. ممكن الرسمة ممكن إنه تأخذ في يد الرسام 3-4 ساعات، ممكن أسبوع، ممكن شهرين زي كذا. يعني أنا ممكن أضيع الفقرة كلها بس قاعد أطالع في التفاصيل حقيقة، يعني ما أسألك ولا سؤال. الصلاة على النبي. خصوصا إنه رجل كبير في السن، فتلاقي المسامات، التجاعيد، ال- 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 حتى الشعر نفسه. الشعر. ما شاء الله تبارك الله، يا ريتها تكون واضحة كثير في يعني زي ما أنا شايفها هنا. ما شاء الله تبارك الله عليك. ما شاء الله تبارك الله عليك إسلام، عندك موهبة جدا جميلة. هل كان لك تجارب في معارض قبل كذا؟ شاركت في إيفنتات أو مسابقات هنا في جدة، لكن بحكم الدراسة يعني ما قدرت إنه أشارك في كم. أيوة. أنت دراستك نفس برضو في؟ لا، أنا بدرس طب بشري غير يا الله. دائما عندنا. دائما. بس حلو إنك تجمع بين الاثنين، وبعدين الطب البشري أوقات في رسم
صحيح؟ في التشريح نعم. في التشريح في الرسم. فأعتقد خدمك كثير هذا. في التشريح نعم يو. يعني التشريح الحمد لله، لكن مو الثانية لا كان. طبعا هذه لقطات من الرسومات، هذه رسمة؟ هذه رسمة ما شاء الله تبارك ديجيتال نوعا ما أيوة. هذه كمان هذه روعة. صحيح. حلو. هذه حجمها كامل كان تقريبا 70 هذه فحم طبعا تعتبر صح؟ هذه فحم ورصاص أيوة. فحم ورصاص. وهذه الرسمة نفسها. جميل. طب بالنسبة للشباب اللي يعني بيشوفوا عندهم بوادر في انهم يعني يدوا يعطوا مثلا فن زي اللي انت بتقدمه، رسومات فنية من خلال الرسم بالمرسام بالرصاص والفحم، كيف ممكن يبدأ؟ ايش الطريق؟ دائما احنا عندنا مشكلة في بدايتنا او توجهنا اللي نروح. اول شيء لازم الدعم، هذا اهم شيء، انه لازم الاهل يدعموا، لازم المدارس تدعم، هذه يعني اهم شيء لاي رسام. بعدين التدريب هذا شيء جدا جدا مهم. الشخص ارجع كل شخص كل كتر ما تمرن كتر ما حيتمكن في الرسمه، هذا شيء اساسي حقيقي. انا ممكن اقعد حتى بعد ممكن اخلي الرسمه هنا وانت تمشي لا يعني ما شاء الله تبارك الله، الصلاه على النبي، ما شاء الله شيء جميل جدا حقيقي. ابدعت اسلام امين، وشكرا اكيد لتواجدك معنا في الحلقه اليوم، ونشكر كل مشاهدينا وخليكم معنا، لا تغيروا القناه، نرجع لكم بعد الفاصل. ما شاء الله تبارك الله عليك يعني شيء.